وموضوعه الأوضاع المزرية التي يعيشها العمال الزراعيون. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارون، بداية أريد باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل أن أترحم على أرواح العاملات اللي توفوا هذا الصباح في الحادث الأليم، حادث السير الأليم اللي وقع في شمال أكادير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهن برحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السيد الوزير، غير بالمناسبة راه التوقيع على اتفاق معين لا يعني الرضا على هذاك الاتفاق، وبالتالي فإن الطبقة العاملة اليوم غاضبة، ولكن احنا من انطلاقا من واقعيتنا ومسؤوليتنا وقعنا. علاش؟ لأنه كنعترفوا بأن ميزان القوى دابا الآن ليس لصالحنا. السياسات العمومية الفاشلة اللي كتنتج الفقر والأمية والتخلف في هذه البلاد واللي مازال مستمرين فيها هي اللي وصلتنا لهذا الوضع هذا، وخلتنا أننا نكونوا الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج. السيد الوزير، نريد من خلال طرح هذا السؤال إثارة الانتباه إلى قضية أزيد من مليون عامل وعاملة يعيشون أوضاعا مأساوية ويتعرضون لكل أنواع الإهانة والتمييز وبتغطية قانونية. فمدونة الشغل كما يعلم الجميع لا زالت تكرس التمييز بين العامل الصناعي وأخيه الفلاحي في الأجر وفي توقيت العمل، حيث يتقاضى العامل الزراعي أجرا أقل ويعمل ويكدح وقتا أطول وفي ظروف شغل قاسية ومزرية تنعدم فيها أدنى شروط الصحة والسلامة، وتغيب فيها في الغالب الحماية الاجتماعية ويحارب فيها العمل النقابي. هناك أيضا الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل نتيجة انتشار ظاهرة السمسرة في اليد العاملة وطوابير العار من النساء ومعايير انتقائهم للاشتغال في الضيعات، معايير وشروط تذكرنا بصكوك العبودية، تصبح معها العاملات الزراعيات عرضة للابتزاز وللتحرش الجنسي. هناك أيضا ظروف ووسائل النقل المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، ففي الوقت الذي ينقل فيه المنتوج في ظروف جيدة خوفا على إتلافه وضياع قيمته، يتم نقل العاملات والعمال الزراعيين عبر تكديسهم في الشاحنات والجرارات المخصصة عادة للعلف والبهائم وما ينجم عن ذلك من حوادث سير مميتة ومفجعة. وهنا يتضح أن الإنسان هو أرخص عنصر في سلسلة الإنتاج عند الباترونة الفلاحية المدللة التي تعتقد أنها غير معنية بمدونة الشغل، بل حتى المخطط الأخضر لم يوصف هذه الفئة من العمال. شكرا. ولم يغير من حالها ولا من حال محيطها. شكرا سيد المستشار المحترم، والكلمة السيد الوزير للإجابة على السؤال. السيد المستشار المحترم، دون شك أن المدونة يعني اللي كنتوا شركاء فيها جابت واحد المجموعة ديال المقتضيات المهمة فيما يتعلق بتنظيم علاقات الشغل داخل القطاع الفلاحي، ومن أجل تقليل ديال الفوارق وتحقيق العدالة بين الأجراء في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات ونظرائهم في القطاع الفلاحي. ومن ذلك ما هو مما تحقق رفع التمييز الذي كان يطال الأجراء العاملين في القطاع الفلاحي في مجال الاستفادة من التعويضات العائلية بتعميمها لفائدة الأجراء القطاع الفلاحي من خلال القرار الصادر في فاتح يوليوز 2008. طيب الحال فيما يتعلق بالتقليص ما بين الفوارق ما بين الأجراء ديال القطاع الفلاحي، وهذا مطروح في الحوار الاجتماعي، وأنا شخصيا الناس المهنيين عبروا على الاستعداد باش يمشيوا في تقليص الفوارق ما بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي والصناعي. طيب الحال هما عندهم واحد الشرط، قال لك ودي غير يكون عندنا الاستقرار وتكون عندنا اتفاقيه جماعيه، وحنا مستعدين نشتغلوا مع المركزيات النقابيه ومع المهنيين باش نمشيو لهذا التقليص ما بين السميك والسماك. بالنسبه للعمل ديال الوزاره بطبيعه الحال عمل كيدخل في اطار الصلاحيات ديالها، اللي هو يعني العمل ديال التفتيش من اجل الضمان ديال الحقوق ديال الاجراء العاملين في المؤسسات
التي تنشط في الاستغلالات الفلاحية. عندي أرقام بلا ما نعطيهم لك، نعطيك عدد ديال الزيارات، العدد ديال الملاحظات، العدد ديال التنبيهات، ويكفي وأكيد أنه تعزيز ديال الحماية الاجتماعية للأسرة بما فيهم العاملين في القطاع الفلاحي تم إدراجه في الأولويات الوطنية ديال البرنامج الوطني ديال التفتيش. عندنا واحد العمل كنديروه أيضا في إطار ديال التكوين على الحقوق الأساسية مع المكتب العام الدولي وفي المجال الفلاحي، ودرنا ورشات في هذا الموضوع خاصة بالتقنيات ديال المفاوضة الجماعية في القطاع الفلاحي ومواكبة بعض الاستغلالات الفلاحية خلال المسلسل المفاوضة الجماعية. متفق معك مازال القطاع الفلاحي كيعيش هشاشة، ولكن خاصنا نمشيو جميعا ونشتغلوا جميعا باش فعلا هذا القطاع يتهيكل أكثر باش تولي فيه علاقات مهنية مستقرة باش نحاربوا الهشاشة. وهذا عمل راه عمل باش نكون واضحين، راه الهشاشة موجودة حتى في أحيانا حتى في القطاع الصناعي، ولهذا هذا عمل ماشي ديال النهار واليوم، ولكن راه اليوم كنراكموا يعني إيجابيات، كنراكموا يعني مكتسبات خاصة نعملوا جميعا من خلال حتى من خلال الحوار الاجتماعي باش نطوروا. ونحن دائما سنكون مصغين وسنعمل جميعا باش نحسنوا الأوضاع ديال العاملين كذلك في القطاع الفلاحي. شكرا.